مزيد أيضا تنضم إلينا من واشنطن هبة القدسي، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط. أهلا بك معنا سيدة هبة. يعني في رأيك تأثير محاولة اغتيال نتنياهو على الدعم الأمريكي لسياسته، وأيضا تعليقك على هذا الحادث؟ يعني إلى الآن أنا في البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق من جانب المسؤولين في البيت الأبيض، ما زالت المعلومات غير كافية بإصدار تعليقات، لكن المؤشرات الأولية تشير كما قال ضيوفك أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته في موقف حرج للغاية. هذا يتزامن مع موقف أمريكي تشتد فيه الاحتجاجات داخل الجامعات، أيضا هناك عزلة دولية وانتقادات من المجتمع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة، لكن تأثير هذا الحادث قد يؤدي إلى زيادة التعاطف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ربما إلى بنسبة قليلة، لكنه بالتأكيد سيؤدي إلى تزايد الانتقادات، لأنه أدى بالفعل إلى عزلة لإسرائيل وإلى تآكل الثقة في حكومته وإلى تزايد الانتقادات داخل حزب الليكود وداخل أحزاب أخرى ومن قبل مسؤولين كبار تولوا منصب رؤساء وزراء إسرائيل طالبوا بإقالة نتنياهو. هذا ربما قد يؤدي إلى حلحلة إذا تم بالفعل نجحت هذه الانتقادات في إجبار نتنياهو على التنحي أو أي خطوات تفضي إلى استقالته، لأنه يعارض بشدة ويعرقل ما يمكن أن يتم التوصل إليه من إبرام صفقة، وهو أمر مهم لإدارة الرئيس بايدن، وأيضا يعارض على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل إقامة دولة فلسطينية، وهو أيضا ما يتعارض مع طموحات الرئيس بايدن. وهناك تصريحات من البيت الأبيض صدرت للتو أن الرئيس بايدن لا زال مصمما ولديه خطة لحل الدولتين، وهو سيسعى إلى تنفيذ ذلك برغم كل ما أصدره من بيانات صباح اليوم في انتقاد للمظاهرات داخل الجامعات، لكنه ما زال عند رأيه وعند موقفه في تأييد إسرائيل. سيدة هبة، أريد أن أشكرك، شكرا جزيلا.